سهل العزيز العليم سابقين بمد تعالى نزول الشهد على الصراط المستقيم وآل الله ولي عليهم زاكي الصلوات والتسليم وفقنا الاهتداء بهدى والاقتداء بآسائهم والاقتباس من مشكاة أنوارهم في عند سن الجهل البهيم ما عطرت مناكب معدس نسمع الغاية والدنيا دار فضائل فكانت إلى النور إلى الله داهية أما بعد فيقول الخير لعبد الكريم المنجي يعبر الناس بن عبد الكريم المنجمي هذه لغة من أحوال القدب الرباني ونواس صمدان سلطان الأولياء العانفين وإمام العلماء سالكين النجل من بر الحقيقة والغالبين السيد الشريف والسند الطريق الحسيب النسيب ذي المقام العلا والنادي الرحيب سيد شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. وكان في نبوته يمتن
القوم وتجلى وقرأ الأدب على أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي واقتبس منه أي اقتباس وصد إن الطريقة للعارف بنا الشيخ من خير حداد بن مسلم الدباس ولبي سمية القاضي أبي سعيد المبارك قد شرب الصوفية وتأدب بآدابه الوفية ولم يزل ملحوظا بنعناية ربانية عارجا في معارج الكمالات بهمته النبية آخذا نفسه وبالجدة مشمرا على سيد اجتهادنا بذل معروف الإسعاف والإسعاد حتى أنه مكث 25 سنة سائرا في صحراء العراق وخرابات لا يعرف الناس ولا يعرفون فيعدلونه عن أمره ويصرفونه وقاس في بداية أمر الأخبار فما ترك هولا إلا ركب وكفر منه الكبار وكان لباسه جبة صوف وعلى رأسه ركض يمشيها في أنف الشوك والوير لعدم جدين على يمشي فيها وإنقذت ثمر الأشجار وقومة المكان الترمى وورق الحشيش من شوقهن ولا ينام غالب ونشرب الماء وبقي مدة لم يأكل فيها طعاما فنكي هو إنسان ضعفه سرة درهم كراما فأخذ ببعض خبزا سميدا خبيثا وجلس يأكل وإذا بركة مكتوب فيها إنما جلت الشهوات لضعفاء عبادي ليستعينوا بها على الطاعة وأما الأقوياء فما لهم الشهوات فترك الأخ وأخذ الميدين وترك ما كان فيه وتوجه في القبلة وصلى ركعتين وانصرف وفهم أنه محفود ومعتنى به وعرف اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم ورفق الخضر على نبينا وعلي أفضل الصلاة والسلام أول دخول العراق سبب الفراق فقال له الخضر اقعد هنا فقعد في المكان الذي أشار بالقعود فيه 3 سنين يأتي في كل سنة مرة يقول له لا تبر أمكانك أهد أهديك ونام مرة في إيوان كسرى من المدى فما أثنى في قلوبي وضيق وضرب
وشعاعها متسم بنور شهوته فظنت أن بصره ورأى ما
شهدت وبصيرته وإنما رأى نور بصيرته قط ولا يدري. فاضطرب العلماء والصوفية من سماع ذلك الكلام وادهشوا. قال وذكر أنه يرى له مرة من المرات نور عظيم أضاء به الأفق وبدا له في ذلك النور صورة. فنادتني يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. هل الربط قد بحث لك المحرمات فقط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا العين. قال فإذا بذلك النور ظلم وصارت دخان. ثم صرخ يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. نجوت مني بإربكم يربك فيك في حكام منازلك. ولقد أقرنت بمثل هذه الواقعة سبعين من أهل الطريق. فقلت رب الفضل والمنة فقل للشيخ بمرض أنه شيطان. فقال من قال أحبط لك المحرمات. فعلمت أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يعظم الأغنياء ولا يقوم لأحد من الأمراء ولا أركان الدولة. وكان كثيرا يرى الخليفة قاصدا له وهو جالس فيدخل ظله ثم يخرج على الخليفة بعد وصوله إعزازا لطريق الفقراء ولئلا يقوم للخليفة وما وزير ولا سلطان ولا قبل هدية من الخليفة قط حتى عتب ولدم قبوله هدية. فقال له الشيخ ورسل ما بدل قادر معه. فعطر الخليفة غيث الشيخ وما هو شيء من التفاة. وإذا قلت فاطمة شد معطيعة. فقال للخليفة كيف تلومنا على تمرنا من هذا وكله منشوب بدماء الناس. فاستغفر الخليفة وتاب على يديه. وكان يقف يقف بين يدي شيك أحد الناس وصيبه إلى أمات. وكان رضي الله عنه مع جلالة قدره وقدسته ورب ذكره وعظيم الفقراء. ويجلس ويفني لهم ثيابهم. وكان يقول الفقير الصابر أفضل من الفقير الشاكر. والفقير الشاكر أفضل منهما. والفقير الصابر الشاكر أفضل من الكل. وما أحب البلاء وطلقت به إلا من عرف المبلي. وكان يقول اتبعوا ولا تبتدئوا واتقوا ولا تمرقوا. واصبروا ولا تزعوا وانتظروا الفرج ولا تيأسوا. واجتمعوا على ذكر الله تعالى ولا تتفرقوا. وتطهروا بتوبة عن الذنوب ولا تتردوا. وعن باب مولاكم لا تبرحوا. وكان يقول لا تمتلج بالنعماء ولا تفعل البلوى. فإن النعماء واصلة إليك بالجسد السلف دواء أملا. والبلوى حالة أمك وإن فريدا. فسلم لله في الكل يفعل ما يشاء. فإن جاءك النعماء فسلم بذكر وشكر. وإن جاءك البلوى فسلم بالصبر والموافقة. وإن كنت أعنى من ذلك فالرضا والتلذذ. واعلموا أن البلية لم تأتي المؤمن لتهلك وإنما أتته لتختبره. وكان يقول لا يصل مجالسة الكتاب على إلى المتهم من رجل الزلات. ولا يفتو إلا لمن خلع عن الدعاوي والهوسات. ولما كان الغالب على الناس يتمتطهر ابتله الله تعالى بالأمراض كفارته وطهورا. ليصلوا بمجالسة وقرب شعر بذلك ولم يشعروا. وكان يقول إياكم أن تحبوا هذا لا تقرأوا إلا بعد رضي فعليا الكتاب والسنة كي لا تحب